برضو من ضمن اخبارنا منطقه القاهره اللي كنا بنشيد بيها بتنظم دوره تثقيفيه لمدربي البراعم، لازم طبعا نشيد بالدور اللي بتقوم بيه منطقه القاهره، وعلى راسهم طبعا الكابتن حماده الشربيني، ما شاء الله عاملين هايل، يعني عاملين مجهود هايل في كل المسابقات، وزي ما احنا شايفين الصور دلوقتي بنستعرضها مع حضراتكم على الشاشه، دول كل مدربين البراعم في الانديه، في دكتور عطيه السيد، في محاضرين ادوا يعني للمدربين دورات، ودي حاجه كويسه جدا. معانا على التليفون الدكتور عطيه السيد. ازيك يا دكتور عطيه؟ ازيك يا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله. بنستعرض دلوقتي على الشاشه الصور بتاعت الدوره التثقيفيه اللي نظمتها منطقه القاهره وحضرتك بتحاضر فيها المدربين، كلمنا بقى عن الدوره دي يا دكتور عطيه. اولا طبعا انا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه، وبشكر طبعا قناه الاهلي دايما سباقه في ان هي دايما بتغطي كل الاحداث مش بس كره القدم وتاهيل المدربين. الحقيقه منطقه القاهره بالتعاون مع الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الفنيه برئاسه الدكتور محمود سعد، واللجنه الفنيه بالمنطقه برئاسه الكابتن محمود موافي تحت رعايه رئاسه المنطقه، الحقيقه طبعا قاموا بدور كبير في ان هم تثقيف وتطوير المدربين. الحقيقه كابتن اسامه حضرتك طبعا كنت لعيب كبير ونجم كبير، فكنت عارف طبعا ان المدرب ما يجبش ان هو يتوقف عند نقطه معينه. طب العلم دلوقتي مهم دائم جدا طبعا. احنا التحدي الحقيقي بتاعنا هو التطور، واصبح التطور مش اختيار بالنسبه لنا، ده اجبار عشان نقدر نساير التطور العلمي اللي بيحصل. وشفنا كلنا دلوقتي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني الكره قد ايه بتتطور كل يوم. تمام. ومن هذا المنطلق الحقيقه منطقه القاهره دايما سباقه وبتقوم برعايه ابنائها من المدربين، فقاموا بتنظيم دوره تنشيطيه لمده 4 ايام على ملاعب جولدن الاسمرات، احد المدن الجديده اللي تم افتتاحها في الفتره الاخيره والملاعب الجديده. الحقيقه استضاف الدوره، كانت الدوره لمده 4 ايام، شارك فيها حوالي 120 مدرب تحت رعايه منطقه القاهره لكره القدم. حاضر فيها طبعا استاذنا الدكتور عمرو بن مجد والكابتن الكبير كابتن علي خليل، اسماء كبيره طبعا طبعا وناس من الرواد من في هذا المجال يعني، بس هم طبعا كمان اسماء كبيره ونجوم كبار ومتخصصين في هذه الفئات العمريه، لان الدوره كانت معنيه بفئه البراعم فقط. تمام. طبعا الدكتور عمرو بن مجد القى محاضرات، والكابتن علي خليل القى محاضرات، والكابتن محمود موافي، وانا برضو تشرفت بمزاملاتهم طبعا والقيت بعض المحاضرات. الحقيقه الدوره اختصت بمرحله البراعم، انت حضرتك عارف ان مرحله البراعم دي هي ضمن مراحل اللي بيمر بها اللاعب، بتبدا بمرحله البراعم من 6 ل 13 سنه، ثم مرحله الناشئين من 14 ل 17 سنه، ثم مرحله الشباب من 18 ل 21 سنه. فئه البراعم فئه خاص ليها خصوصيه معينه كابتن اسامه. اولا هي اكثر المراحل العمريه اللي فيها محاذير تدريبيه. تمام. هي اكثر المراحل العمريه اللي يمر فيها الولد بتغير جسماني وانفعالي ونفسي وعقلي، فمحتاجه ان يكون المدرب اللي بيتولى تدريب هذه الفئات العمريه مدرب عنده تكنيك عالي ومتخصص وعنده اليات وعنده سمات هذه المرحله، بيعرف يتعامل معاها ويعرف يمرنها. هنا اصبح تطوير المدرب في هذه الفئه العمريه مش بس ان انت بتديله ايه التارجت والمحتوى اللي بيشتغل معاه، هذه المرحله محتاجه مهارات تواصل. لو المدرب اللي بيتعامل مع مرحله البراعم يفتقد الى مهارات التواصل هتبقى مشكله كبيره جدا. تمام. لو المدرب في هذه المرحله مش قادر يفهم السمات النفسيه والانفعاليه والجسمانيه والعقليه والحركيه لهذه المرحله، هيبقى بيديله محتوى تدريبي او بيديله اهداف تدريبيه لا تتناسب مع هذه المرحله. مظبوط. الحقيقه الدوره تطرقت بشكل مفصل جدا بشكل عملي وبشكل نظري الى كل هذه الاطروحات، يعني تناولنا مثلا الانتقاء في البراعم بيبقى عامل ازاي؟ اكم من مواهب كتيره يا كابتن اسامه بتضيع نتيجه اقتصار مرحله الانتقاء على مرحله واحده بندي فيها حكم جذري. الانتقاء في البراعم لابد ان يكون تتبعي، يبدا بمرحله انتقاء اولي، ودي ببص فيها على حاجتين مهمين جدا وهي المهاره والذكاء. احنا احيانا بنبص على المهاره فقط وبنشوف لعيبه عندها مهارات عاليه جدا، ولكن مستوى الذكاء عندهم بيبقى صعب جدا، وبالتالي بيأثر ده على تطور اللاعب وعلى نموه. المرحله الثانيه بنبص على مرحله الانتقاء الخاص، ودي اللي بنشوف فيها هل الولد حصل له تطور؟ تمام. هل الولد قابل للتطور؟ هل الولد بيستجيب
تصنيف الولد شكله عامل ازاي، نبتدي شيء من التخصص شويه وتدريبات التخصصيه، ثم تاتي المرحله الثالثه وهي الانتقاء التشخيصي اللي هو بديله الصلاحيه، الولد ده يقدر يكمل في كوره ولا ما يقدرش يكمل. تمام. عشان احنا احيانا في ناس كتير اتظلمت في موضوع الانتقاء ده، اتظلمت بسبب جسمها، فاحنا ممكن نلاقي ناس بتختار بمعايير انا عايز واحد جسمه كبير، وتكون الموهبه كلها في الولد الصغير. محمد بركات على سبيل المثال لم يكن يحظى باي بنيان جسماني كبير. تمام. ميسي لم يكن يحظى باي بنيان جسماني كبير. فاحنا هنا بنحط كريتيريا او بنحط مواصفات او بنحط خطوات للمدرب او المدير الفني او الجهاز التدريبي في اي نادي، لما تيجي تختار لابد انك انت تراعي في هذه السن ان المهاره عامل مهم جدا، والذكاء تشوف الولد في المواقف اللي بتجيله بيحلها ازاي. حضرتك لعبت لعيبه كتيره جدا وشفت لعيبه كتيره جدا كانت بتتمتع بذكاء، وكان هذا هو العنصر الحاسم. شفنا ابو تريكه، شفنا عماد متعب، شفنا حضرتك، لعيبه كتيره جدا كان عنصر الذكاء رغم تساوي المهارات. فاذا ده عامل مهم جدا في الكوره. تمام يا دكتور عطيه. اكيد يا دكتور عطيه حضرتك بتتكلم كلام يعني مهم وكلام علمي، اكيد ان شاء الله هنفرد له مساحه كبيره جدا عندنا في برنامج الشمال، وهتكون ان شاء الله ضيفنا في حلقه من الحلقات ان شاء الله. بنشكر الدكتور عطيه السيد استاذ كره القدم بكليه التربيه الرياضيه بالهرم، شكرا جزيلا لحضرتك.